يا عزيزي بندر، طبعا وصلنا لمحل بليونير هني في دبي مول، على اساس ان احنا نشوف فقره الازياء ونحاول نختار لك الاوتفيت الفورمه البدل. يا سلام، كم مره لابس بدله في حياتك؟ والله ما قد لبسته، بس بجرب اشوف عشان اغامر اشوف شكلي فيها كيف يطلع. ان شاء الله باذن الله شكلك راح يطلع روعه، ونشوف كيف شكلك من الكاجوال والسبورتي كاجوال للفورمال بطريقة بليونير، بطريقة الأثرياء، بطريقة الناس المظهر مالها يكون بطريقة مختلفة. الراقين يكونون في المكانات الراقية، يكون شكله أنيق في كل مكان. في كل مكان. شفت الأسد هذا؟ هذا الأسد ناخذه ويانا بعدين يوم نطلع، ولا والله زين. إذا كان ينحمل ينحمل، خلينا نحمله بعدين، بس خلينا نشوف الاوتفيت ونشوف البدل بعدين، واحنا نشوف موضوع الاسد معهم بعدين واحنا طالعين ان شاء الله. يلا يلا تفضل، توكلنا. I should have never heard.